طيب في بقى فلو تاني اخو الفلو ده، بس ده بيشتغل على السيرفس. يعني بدل ما كان انت الاساس بتاعك كيرف، البيز كيرف بتاعك، لا هيبقى الاساس بتاعك سيرفس. فانت مثلا ايه كلمة راينو دي انت عايز تحطها على السيرفس اللي انت زي ما انت شايف شكله كده عامل ازاي. اوكي، فحاجة اقول له فلو along surface، هختار الاوبجكت وهختار كورنر من السيرفس الشغلة بتاعتي واقفة عليه. لو هتلاحظ هنا نفس الحاجات ريجيد، هنا بلان لو مفيش سيرفس يعني. طيب اهو هختار ده وهختار نفس الكورنر اللي انا اخترته هنا اهو، فهتلاقي كلمة راينو جت اهي، شايف؟ طيب هي ليه ما جاتش زي ما انا شايفها هنا؟ لان السيرفس ده ليه اتجاه مختلف عن السيرفس التاني. طب افرض انا عايز حاجه مظبوطه اكيوريتلي مظبوطه، فبنعمل حاجه اسمها كرييت يو في كيرف. كرييت يو في كيرف ده باختصار هو بيعمل لك تسطيح للسيرفس بتاعك. يعني انا كرييت يو في كيرف هختار السيرفس ده، فهو هيعمل لك تسطيح للسيرفس ده. شايف هنا مساحته قد ايه؟ بص ده مساحته قد ايه؟ خلينا نعمل ده بلانر، بلانر سيرفيس، وهنعمل نفس الكلام، هنقول له فلو along سيرف الاوبجكت ده، البيس كيرف البيس سيرفيس بتاعي ده على البلان ده. سوري انا كان المفروض اشيل التاني. اوكي سيلكت اوبجكت اهو، سيلكت سيرفيس اهو، انا بعد ما سيلكت كل حاجه بدوس انتر. اوكي هدوس على التاني. اوكي كل ما اتحرك ده من مكانه هيتحرك من مكانه على السيرفيس نفسه. اوكي طب دي انا ممكن استفيد بيها في ايه؟ حاجات كتير جدا. انت دلوقتي عندك تشكيل هنا، تعالوا نعمل تشكيل، نعمل باترن ايه ونكررها. بس هنعمل مربع، هنشغل بروجكت ونعمل مربع هنا بالشيفت كده. اوكي المربع ده هنعمله مثلا، ممكن نعمله كابوتيني مثلا كده. اوكي سبليت، سبليت ده وده، سبليت ده وده، سبليت ده ده وده وده. اوكي يقول خلينا ناخدهم بره تاني نعملها. سويب تو نعمل ريبيلد. احنا ليه هنا اشتغلنا سويب تو مش بلانر سيرفيس؟ البلانر سيرفيس ليه رول ان لازم السيرفيس بتاعك يبقى بلاند. هوريك دلوقتي، خليني طبعا ارجعها ثانية واحدة. كوبي بص يا سيدي اهو، هنعمل ده بلانر سيرفيس اهو كويس، وهنحاول نعدل في النقط زي ما عدلنا في التاني. هنعمل ريبيلد نفس الكاونت بالظبط، ونيجي نعدل هنا هيبريك الامر على طول. بص مفيش حاجه جت معاك، لان الرول هنا بتاعه البلانر سيرفيس ان هو يفضل بلانر مهما عملت، لكن السويب هو اللي هيديك السماحيه انك تبقى شايف ايه اللي بيحصل. اوكي تمام.
يعني دي حاجة بسيطة أوي، المفروض إن احنا بنديها تفاصيل أكتر من كده، بس يعني إيه لأجل الوقت يعني. نتورك بولر اري او اري بولر اري بولر على النقطة دي أربعة. اوكي وهنيجي نعمل دايرة هنا مثلا او سيركل. يعني حاجة كده مثلا، يعني محتاج تفاصيل اكتر طبعا، بس انا ايه للاختصار. طبعا احنا لو غيرنا في اول واحده اللي هو البيز بتاعنا كويس كله هيتغير. ها تمام، عشان كده مهم قوي ان انت اول واحده دي تديها لون مختلف، يعني دي من ديسبلاي كولر تديها لون مختلف علشان تبقى عارف ان هي دي البيز بتاعنا. المهم هنعمل ده جروب لان هو مش هيرضى يعمل جوين، ده محتاج شويه تفاصيل عشان نعمل جوين، ان انت تقعد تقطع بقى الدايره اللي في النص دي من اللي بقى اللي بره وهكذا. هنشغل بروجكت علشان ننقل الشكل، هننقل الشكل من موف من هنا لهنا. اوكي هنعمل اري عادي، اري عادي الاوبجكت ده الاكس هنا مثلا 10 مش عارف، خلينا نعملها في الاكس الاول، الاكس سبيسنج من هنا لهنا كل ده والبروجكت شغال تمام، علشان انا امسك من نقط وهو يمسك من نقط في الارض، فما فالاسنان ما يبص عندي خالص. هنعمل مثلا 14 مثلا. اوكي وندوس انتر، بعدين هنمسك الاشكال دي كلها في الاكس 1 في الواي حوالي 8 كده، 8 ده كتير، 6 اوكي. ممكن بقى عن طريق السكيلينج نعمل سكيل 1 دي من الجزء ده كده كده، وبعدين مره ثانيه من هنا لهنا عشان نقفل بيه السيرفس يعني. اوكي عندك الحاجة اهي، هنعمل لها سيلكشن وهنشيل السيرفيس بتاعنا من سيلكشن اللي هو الفاضي ده. خلاص احنا دلوقتي ممكن نعمل فلو along surface الاوبجكت دي البيز سيرفيس بتاعي ده تحتيها والتارجت سيرفيس بتاعي اهو. هتاخد شوية وقت عشان تعمل لها ابلاي بس. اوكي هل انت متخيل انك تقدر تعمل موديل لحاجه زي كده على السيرفيس نفسه؟ لو السيرفيس ده مايل او معوج او وات ايفر، استحاله طبعا، حاجه يعني حاجه شبه مستحيله. فانت دي مثلا تفصيله صغيره، فما بالك بقى لو في حاجه فيها تفاصيل ضخمه او اتنين تكتشر داخلين على بعض، او حاجه مثلا احنا عاملينها بالجراس هوبر، بيبقى في الجراس هوبر بيقدر يعمل بليند بين اشكال، مش بس يعني فاكرين التوين التوين بين كيرفين، لا هو بيقدر يعمل توين بين اشكال، ممكن يعملها جراس هوبر طبعا. وممكن وفي بلجن كمان اسمه بلاننج تول مخصوص للتكتشرز دي تمام. فانت ممكن بالجراس هوبر طبعا وممكن بالبلاننج تول، بس لما تيجي تشتغل على الراينو لازم تشتغل كل الاشكال بتاعتك عدله علشان تقدر تحطها بعد كده على الموديل بتاعك. ودي من اهم الحاجات، يعني ده الفلو الونج سيرفيس ده انا بشتغل بيه في كل شغل، في كل شغلانه بتجي لي لازم اشتغل بيه 100% سواء هو او فلو العادي تمام. ايه تاني كنت عايز اديك حاجه تانية مهمه جدا. اوكي نقفل ده، نقفل الفايل ده عشان ده هيبقى تقيل، وهنعمل الكيجينج. هنقول الامر ده
وبعدين نشوف انتوا ايه، هتكتفوا بهذا القدر ولا هتقدروا تكملوا. طيب افرض انا عندي موديل زي ده، بس الموديل ده لو دوست F10 مش هيطلع كنترول بوينت لان هو بولي سيرفيس، لازم عشان يطلع كنترول بوينت اعمل له اكسبلود وبعدين ادوس F10 فيطلع لي كنترول بوينت للحاجات دي كلها، وابدا اعدل منها حته حته زي ما انت شايف، فالدنيا بتبوظ. لا انا عايزه از هول زي ما هو، بس انا عايز اخلق له كنترول بوينت. فبعمل ايه؟ بمسك الشكل ده اللي انا عايزه وبقول له انا عايز اعمل حواليه كيج. الكيج ده عباره عن ايه؟ عباره عن باوندري بوكس. الباوندري بوكس يعني هعمل بوكس وهمي، البوكس الوهمي ده هيبقى فيه كنترول بوينت، الكنترول بوينت دي بتتحكم في الشكل ده كله على بعضه. فالبوكس اللي انا هعمله ده هيبقى مطابق للورلد اللي انا شغال فيه، يبقى الاكس بتاعته زي الاكس والواي زي الواي والزد زي الزد. فهو بيقول لك والله انت عايز تعدل ايه؟ وانهي درجه؟ عايز كام نقطه؟ وعايز انهي درجه؟ فهنسيبه زي ما هو 444 ونشغله. فهو عمل لك الكيج اهو. الكيج زي ما انت شايف قرب اهو، النقط بتاعته زي ما هي. لو انا عدلت فيه مش هيحصل حاجه. لازم قبل ما اعدل في الكيج ان انا اربط الكيج ده بالموديل اللي انا عايز اعدل عليه. فحاجه اقول له انا عايز اعمل كيج ايديت. فبيقول لك اول حاجه اختار الكابيتيف اوبجكت، الحاجات اللي انت اللي جوه الكيج، فاقول له والله هي دي. انتر. اختار الكنترول بوينت بقى الاوبجكت بتاعتك، فهي الكنترول بوينت اوبجكت بتاعتي اللي هي دي. واحد وس انتر. كويس كده، هما الاثنين اتربطوا ببعض. لو انا بقى عملت ده كده فهيغير في الشكل بتاعي. فبدل ما انا كان عندي فيرتكس بوينت بالمئات، بقى عندي 16 فيرتكس بوينت، او سوري 32 فيرتكس بوينت بشتغل بيهم وبعدي بيهم اللي انا عايزه. ممكن طبعا تقللهم او تزودهم زي ما انت عايز. في بقى شويه تريكس في الكيج اديتنج او في الايديتنج عن طريق الفيرتكس. الناس بيشتغل ماكس هيبقوا عارفين القصه دي، ان انت ممكن تتحكم في الاتجاهين مع بعض عن طريق السكيل، سواء انت تسكيل الناحيه دي او ان انت تسكيل من فوق لتحت كده، تقرب النقط من بعضها وتبعدها. الكيج اديت معمول للناس اللي بتحب تشتغل بالحب. انت عندك سكتش في دماغك مش عايز تقعد تفكر، فبتروح رامي اي بريمتيف اليبس بقى كوره بتاع وتقعد تعدلها بقى بالايه بالكيج اديت زي ما انت عايز. هو احنا بقى عندنا سيرفيس وما بنحتاجش نعمل ليه سيجمنتس زياده مثلا عشان نعمل الاديت ده، مش زي الماكس يعني لازم سيجمنت، ولا هو بيعمل لنفسه مع نفسه ولا ايه؟ لا لا، هو بيعمل مع نفسه لان هي في الاول وفي الاخر هي ايكويجن مش بوليجون. كويس، فهو كل التفاصيل هو اوتوماتيك بيقدر يعمل لها جنريت وبيغير لك في السيجمنتس بتاعت الشكل بتاعتك. تمام، بس في الماكس لو هعمل حاجه زي كده مثلا بالاف اف دي فلازم ازود له سيجمنتس محترمه عشان يعرف يبص في وشي ويعمل حاجه. ايوه بالظبط، انا فاهم انا فاهم. هو هنا لا، هو هنا عشان كلها ايكويشن فخلاص هي مش فارقه معايا. طب والله محترم جدا الصراحه، وبيقبل بقى يعني بيقبل يعني روتيشنز، بيقبل حاجات ضخمه يعني. طب تمام، ممكن النقط نفسها بينها وبين بعض تعملوا بينهم امر مثلا يعني سكيل وموف كوبي زي ما انت عايز. بس فده بيبقى مهم في بعض الاحيان، الناس في ناس بتحب تشتغل كده، انا ما بعرفش اشتغل كده يعني، مش بس ما بحبوش، انا كمان يعني بحس ان عندي ايرور في دماغي ان انا مش عارف اشتغل كده. فده الكيج اديت، ممكن نعمله كله في خطوه واحده يعني، بدل ما نعمل كيج وبعدين نعمل اديت، فانت ممكن تمسك الاوبجكت تقول له كيج اديت على طول، فهو هيدرك ان انت هو ده الاوبجكت اللي انت عايز تعدله. بس فهتعدله على طول من هنا. بص انا هديكوا اكسرسايز مش سهل بس مش صعب. يعني هبعت لكم الديتيرجنت بوتل دي، الازازه دي ترسموها كويس عشان دي تراجع على كل حاجه بالبونين بقى بكل حاجه،
وتحاولوا ترسموا الرسمة دي سايز دي. هبعت لكم كل التفاصيل بتاعتها يعني. اوكي مش صعبة بس مش سهلة الصراحة يعني to be honest. هي تبان صعبة ماشي، بس هي لا هي مش صعبة قوي يعني، لما تحاول فيها هتلاقيها مش صعبة خالص.